الاولاد خليكم عم توصوا عليهم ها اوصوا عليهم ما بدي ولا واحد يضل عايش يلا اتحوس يا حمار ايش صافن والله صار اللي قلته يا عمي بسبب تمي النحس ما كنا نخلص من هالبلاوي شغل ايديك بدل ما شغل لسانك راح يجيلك لابو يحاصرنا يلا يحاصروا ماشي الحال بس بتعرف شو اذا متت هالمره راح احرق الدنيا ايه يا حيوانات يلا عمي يخرب بيته لا خرب العو ولك ولك لوين اخذ سيارتي ولا يا ابن الكلب ولك لك واقف ما تعوصوا اخذ لي سيارتي لك اخذ لي سيارتي فهموني شو بدي اقول لابي انا هلا شبك شو صار لك ما رح ياخذ السيارة يشتغل عليها إلا ما يتركها بشي مكان خلونا نخلص من هالقصة قبل ما يجي الشيخ موس ليكوا شايفين علي رضا عمل عمايله قلت له استنى وما استنى جاو لورا علي رضا انت بضاعة مين عم تحرقوا لك انت بتعرف شو هو تمن اللي عم تعمله؟ قلت لكم ما بدي حدا يهوب لهون هلا وضح ليش قلت لي هيك يا اما هلا بتعطيني تفسير لهالشي او بدي اوسك براسك هلا وهون عم تفهم انا رح اشرح موقفي وقت نكون مجتمعين لو سمحتوا روحوا من هون لانه نحن اعطيناك مركز كبرت معك وفكرت حالك ملك للعالم ها اشرح لي شو هذا اللي عم تساوي المركز اللي اعطيتوني اياه والمسؤوليه اللي حملتوني اياها عم اديها احسن ما يكون وهالمسؤوليه اللي اخذتها بتخولك انك تحرق لي بضاعتي ولك لا تخليني جن لو سمحت روح من هون بكفي اللي عملته اسمع لقلك يا اما بتشرح لي وبالتفصيل الشي اللي عم يصير يا اما ولا واحد فيكم رح يطلع
حرقت بضاعتك لأنه عم حاول أنقذك من البهدلة ومن إنه ينقبض عليك مثل أي واحد مطلوب. بدي تشرح لي أكثر. بظن إنه ما عاد في داعي أشرح لك. روحوا من هون يلا وبسرعة. ليك علي، هلأ أنت رح تيجي معي. خدوه من هون. ما في مشكلة، ما في مشكلة. عمي حسن انتو رجعوا، خلص شغلي وبيجي على الموال. علي رضا، ابني انت شو عم تقول؟ منموت سوا ومنعيش سوا كلياتنا. ما عنا وقت، يلا تحركوا. علي رضا وين رح تروح؟ علي رضا استنى. امشوا. اللي انت عارفان شو عم تحكي يا رفقي؟ فهمني كيف علي رضا حرق أموال الشيخ موس؟ أكيد هذا فقد عقله. هالموضوع حساس وما بينحكى فيه على التليفون أبداً، لهيك حبوا يحكوا بالتفاصيل بالاجتماع. دقيقة، خلينا نوضح المعلومة بالأول. علي رضا عم يحرق أموال شيخ موس، وشيخ موس بعده ما قوصوا براسه لهلأ وبده يسمع حكيه بالاجتماع. ايه يا أغا، الرجال حرق أموال الشيخ موس وقدر يضل عايش ونحن لازم نسمع له. إيه بس هالشي ما بيكفي. لا بس لازم نفهم أكتر قبل الاجتماع. لازم تعمل المستحيل وتحاول تفهم لي شو اللي عم يصير يا رفقي. هالشي واضح؟ أمرك يا أغا. بنبسط كتير إذا بيكون جاهز لبكرة. تمام، بتشكرك كتير. أنا بكرة الصبح بكير بكون بالعيادة. تصبح على خير. ما شاء الله هالفترة شايفتك مبسوطة كتير. وأخيراً العيادة رح تكون جاهزة خالتي لأول مرة، وبعد فترة طويلة بحس حالي متحمسة من قلبي. برأيي أنت مالك متحمسة بس لأنه رح تفتحي العيادة. تعي لهون. باين علي مو؟ ايه كتير. تعي خلينا نفش خلقنا لبعض. حكي لي شو اللي عم يصير؟ خير ان شاء الله؟ انا بحب علي رضا خالتي. وهالحب دائما عم بيخليني مبسوطة. يا روحي، صار لك زمان ما فرحتي من لما كنتي صغيرة كتير. يا عمري، خالدة، تعرفي انتي من طول عمرك كنتي بنت بتعرفي شو بدك، ويمكن كلامي هذا ما له معنى أبدا، بس أختي المرحومة قبل ما تموت أمنتني فيكي. كأنه بكير شوي، يعني أنا فهماني شعورك وبحترمه كمان، بس علي رضا فيه شي مو مريحني أبداً، وأنا عم شك شوي بهالشاب وقلقاني. يعني اطلعي على كل شي صار بحياتك واسألي حالك، هالتصرف صحيح؟ لهيك أنا مالي مرتاحة بنوب. ما في داعي تقلقي خالتي ملك، صدقيني علي رضا من أحسن الناس اللي تعرفت عليهم لحد اليوم. فهماني عليكي، بس كأنه عنده ناحية سرية وما حدا بيعرفها. الشاب كأنه في شي عم يخليني شك فيه. عم تفكري فيه هيك لأنه عمل اللي ما حدا قدر يعمله وأنقذ عليا، مزبوط؟ معقول يكون هيك خالدة؟ أنا مدينة إله بكتير شغلات ومستحيل أقدر وفيها، ورغم كل هالشغلات لسه حاسة بشعور غريب ما عم بقدر أوصف لك إياه بالضبط، وما عم بقدر ما أقول لك إياه.
طمني بالك، ما في أي شيء لتقلقي منه. أنا وعلي رضا وبفترة قصيرة قدرنا نتقاسم الحب والأسى اللي ما بيقدروا يحملوه شخصين عمر بحاله، وأنا عم حس حالي بعرفه من فترة طويلة. تمام. وأبوكي عرف بالموضوع؟ أنتوا حكيتوا له شيء؟ لا لسه ما حكينا له، بس اليوم أو بكرة منحاكي. طيب خالتي أنا لازم أحكي كم تليفون مشان الشغل وبعدين منكمل حديثنا، ممكن؟ طيب يا روحي. سكوتك هاد ما رح يطول عمرك، معك بالكتير لحتى يصير الاجتماع. ساكت لأني عم بحترم وجودك. وضح أكثر. حالياً أنت احترق قلبك ومفكر أنه أنا المسؤول عن اللي صار، فشو ما بقلك هلأ ما بظن أنك تقتنع مني. قدام عيوني حرقت اللي بضاعة بعشرين مليون، لشو بدي اسمع لك لسه؟ حكمة أغا على التليفون. بدك تحكي لي لألي قبل ما تحكي لأي حدا. أنا بين إيديك وما رح أتحرك من هون، بالاجتماع بحكي، ووقتها كلكم بتسمعوني. علي وأنا لشو أخدك على الاجتماع؟ هلأ فيني ضل أفعسك للصبح، ومنشوف وقتها إذا بدك تحكي ولا لا. مو بس للصبح، إذا بتفعسني للظهر أنا ما بحكي لحدا أي شيء بالغصب، عم تفهم؟